بحضور المترشحين لانتخابات المجالس المحلية عن ولاية المناسير وممثلين على المجتمع المدني ووسائل الإعلام، نظمت الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة يوما إعلاميا حول قواعد الحملة الانتخابية. في نسجنا على منوال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبتعليمات منها في جميع الأقاليم صارت اللقاءات هذه. بالنسبة للمناسير المترشحين عندنا 325 مترشح، تم استدعائهم على فريقين باش نكون نعلموهم خاصة قادمين على حملة انتخابية. وتعرف المترشحين بالنسبة لولاية المنستير وأغلب الجهات ليس لهم تجربة سابقة في الانتخابات، ولذلك فما ضوابط شكلية فما يجب يقوموا بها تفاديا لمخالفات تنجم من بعد معناها دائرة المحاسبات تسلطها عليهم. كما تضمن هذا اليوم الإعلامي مداخلات حول تركيبة المجالس المحلية وكيفية انتخاب أعضائها ورؤسائها مع التعريف بصلاحياتها وقواعد تنظيم الحملة الانتخابية والتي ستكون محل متابعة من قبل وسائل الإعلام وممثلي المجتمع المدني. صحيح هو اليوم يوم مفتوح اللي باش نعرف فيه كيف ستدور هذه الانتخابات وشروطها والحملة الانتخابية، بما أنه هي يعني جديدة على المجتمع المدني لأول مرة ننتخب مجالس يعني محلية. وإحنا دورنا كمرأة وكاتحاد الوطني للمرأة وهو كسب يعني عنا من المكاسب اللي احنا نتمتع بها هي حق الانتخاب. استدعائنا من طرف الهيئة لأنه معناتها ضمن المترشحين معناتها فما العديد من الفلاحة وهام جدا باش احنا نوصلوا لهم، ربما لما يحضرش ولا ما يتمكنش من الحضور أم يوقعوش في أخطاء ويتمكنوا من الحضور ربما للترشح. وللإشارة فإن ولاية المنستير سجلت 325 مترشحا لانتخابات المجالس المحلية ممثلين عن 79 عمادة و 82 دائرة، فيما تنطلق الحملة الانتخابية بكامل تراب الجمهورية يوم 2 ديسمبر القادم.